استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني أمس في قصر الصخير معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وسعادة السيد عبد الله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين رفعوا لجلالته أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته بدوام الصحة والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الوفي ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم. وقد بادلهم جلالة الملك المعظم التهاني بهذا الشهر الكريم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكتنا العزيزة بالخير والبركات. وقال جلالته خلال اللقاء: إننا نفخر بالقضاء في مملكة البحرين، وهو قضاء عريق ويتطور باستمرار نحو الأفضل ونابع من مبادئ أهل البحرين السامية وقيمها الرفيعة، معربا جلالته عن تقديره لرؤساء الهيئات القضائية على جهودهم الطيبة وعملهم الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وتحملهم المسؤولية والأمانة لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون، مؤكدا رعاه الله على الدور الهام الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات. كما أشاد جلالته بالجهد المستمر للرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه وأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه.